بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني حسين، هاني حسين دوت كوم. في هذا الفيديو بدي أتكلم معكم عن كيف تضمن فعليا إنك لما تستثمر بحالك يكون صح وحيجيب لك نسبة عائدات. كيف فعلا يكون الاستثمار بالنفس 100% مضمون بالنسبة لك. في هذا الفيديو حتكلم عن جزئين. في الجزء الأول أحكي لك كيف ممكن فعلا واحد يدفع 10,000 و20,000 و25,000 و50,000 باستثمار بنفسه في تدريب ومع ذلك يجيبهم وبنسبة عائدات كمان كبيرة. وفي الجزء الثاني حنتكلم عن 3 محاور لو عملت لهم تشيك فأنت حتضمن إنه هذا الاستثمار جد جد حيكون مفيد لإلك وحيكبر البزنس ويجيب لك فلوس أكتر. يلا نبدأ. بسم الله. مرحبا. طيب تعالوا نحكي عن الجزء الأول. كيف ممكن واحد يدفع فلوس كتير أو قليل، يعني مش 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 هذا المهم، بتدريب أو كورس وفعلا يضمن إنه يجيب له فلوس؟ شوفوا، أنا في حالتي مثلا أخذت كورس عند واحد اسمه رايان دايس، فاتح شركة جديدة اسمها scalable.co. أوكي، فأخذت عنده كورس. لا مشكلة عندي أنا في البزنس وبدي أتطور فيها. الكورس كان مدته 6 شهور. اتفقنا؟ ماشي. الآن في 3 عناصر مهمة. هاي العناصر بتسمح للمعلومات والاستثمار في النفس إنه يجيب لنا نسبة عائدات لو تم اختياره صح، لو المحاور اللي حنتكلم عنها الثلاثة في الجزء الثاني كانت فعلا صحيحة بالنسبة إليك. إيش هاي 3 عناصر؟ أول عنصر الزمن. أيوة الزمن. يعني أنا أخذت معلومات، هاي المعلومات لو فعلا حطبقها أنا ممكن أطبقها هاي السنة وبعد 2 سنين وبعد 5 سنين وبعد 20 سنة، لأن هي معلومات وأصبحت هنا صح؟ فأنا إلي الحق أستخدمها 20 سنة. وبالتالي منطقيا هيك هو أنا ممكن ما أطلعش نسبة عائدات في 20 سنة أكتر من اللي دفعته في الكورس أو في التدريب. فهذا أول عنصر مهم بيجعل ويدعم فكرة إنه الاستثمار بالنفس عن جد بيجيب نتائج عن جد حلو. تمام؟ الزمن فترة طويلة، فهاي الفترة الطويلة بالتأكيد لو استخدمت المعلومات وطورتها وتحسنت فيها فأنا أكيد حجيب نسبة عائدات أكبر من اللي دفعتها. فهي أولا. ثانيا التجارب. التجارب، انتوا متخيلين لما زي واحد زي رايان دايس اللي هو بنى شركات واكتر شركة مشهورة digitalmarketer.com ووصلها لمئات الملايين من الدولارات يقعد يحكي معاي؟ فالتجربة تبعته اللي قاعد فيها سنوات ممكن يعطيني اياها في ساعة صح؟ طب تخيل اقعد معاه 4 مرات في 6 شهور. ايوة التجارب. تخيل واحد بده يعمل إشي فيجي ويقول أوكي أنا ممكن أجرب 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 لما أوصله، أو ممكن أشوف واحد عملها يعني كان مكاني بعدين عملها ويجي يقول لي اسمع ولا تجرب ولا هم اعمل 1 2 3. هذه قضية رهيبة. هذا يدعم جدا موضوع المعلومات. هذا أصلا السبب الرئيسي اللي أنا حاليا مستحيل أجرب. وقتي أصبح أهم من إني أجرب. زمان كنت أجرب كتير طبعا، بس الآن وقتي أهم بكتير من إني أجرب. أنا ما بدي أجرب، أنا بدي أعمل إشي. يا جماعة مين عملها؟ أنت تعال قول لي كيف بس. فهذا سبب رائع بيخلي إنه الاستثمار بالنفس إنك تدفع لواحد يعطيك من تجربته فعليا مفيدة جدا وحتجيب لك نسبة تحويل أكيد ونسبة عائدات أكتر من اللي أنت دفعتها صح؟ أما رقم 3 فهي المضاعفة. إيش يعني مضاعفة؟ يعني المعلومة اللي أخذتها أنا فعليا ممكن جدا أنا أعملها والتيم تبعي يعملها وابني يعملها ومرتي تعملها إلخ 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 إلخ، في مضاعفة في الموضوع. فهذا برضو بيخليني أحكي لحالي أوكي أنا ممكن فعليا نضاعف النتائج كمان. هاي 3 عناصر بتخلي إمكانية إن الواحد يجيب نسبة عائدات من الاستثمار بنفسه أكبر بكتير لو اختار صح. بعدين خلينا نتكلم بمنطق شوي.
تخيل مثلا انه انا بطلع مليون بغض النظر عن العملة، مليون، اوكي، واجا الكورس او التدريب اللي بعشرة الاف ودخلت وشفت الماتيريال وقعدت مع الناس وقعدت مع الكرياتر وحكينا مع بعض، وهذا سبب انه البزنس تبعي يتطور 10%. ولما اقول لك 10% اشي بسيط، 10% 10% يعني عارف ايش؟ يعني لو عندي اثنين بيتكلموا بالتليفون وكل واحد بيجيب لي 100 مبيعة في السنة، اذا لو كل واحد منهم جاب لي 5 زيادة، هاي مبيعات 10% زيادة. فال10% اشي بسيط، ال10% ممكن تكون كلمة حمست فيها فريقي التيم فصار عنده برودكتيفيتي اعلى فجاب لي 10%. ببساطة شديدة ال10% هي ممكن تكون انه انا صرت اصحى بدري ساعة، هاي الساعة اعمل فيها اشي، هذا الاشي يجيب لي 10%. 10% بسيطة جدا، فعليا ممكن حرف من رايان دايس يخليني تطلع في بالي فكرة تجيب لي 10% و20%. بس خلينا نقول انه الاستثمار تبعك جاب لك 10% وانا بطلع مليون، يعني كم؟ يعني 100,000. طيب مش صفقة ناجحة اني ادفع 10,000 عشان اخذ 100,000؟ انا هاي ممكن اعملها كل يوم على فكرة. فهون المبدأ انه انا في عندي محاور هتكلم عنها بعد شوي، لو هاي كلها صح اذا 100% استثمار بنفسي حيكون عن جد صح ويجيب لي نسبة عائدات حلوة. تعال نروح نحكي على المحاور عشان ما اضيع وقتك اكتر ان شاء الله بهذا الفيديو. طيب يا جماعة، زي ما اتفقنا المحاور الثلاثة لازم تعمل عليهم تشيك علشان تتأكد انه هذا الاستثمار مناسب لك وحيجيب لك ان شاء الله نسبة عائدات اكبر، صح؟ طيب انت لما تشتري شو بتشتري؟ تشتري معلومات. اذا هاي المعلومات إلها اشكال، صح؟ شكل مثلا كورس اونلاين تدخل تشوفه لوحدك، في شكل تاني كورس اونلاين بس مع لايفات، في شكل تالت استشارات وان تو وان بينك وبين المدرب، في شكل رابع لايف ايفنت تروح وتحضره في قاعة معينة موجودة في بلدك، ايفنت 3 ايام لايف، جروب كوتشنج 8 اسابيع، الخ الخ الخ. هاي كلها اشكال وكلها اشكال ناجحة، لكن لازم تختار الشكل المناسب مع النوع المناسب، اتفقنا؟ واهم اشي تعمل عليه صح حسب الثلاث محاور. فخلينا نحكي عن هاي الثلاث محاور ونبدأ نوضح اكتر. المحور الاول هو نوع التعلم، في انواع للتعلم. انا بدي اياك تهتم بالثلاث انواع اللي احكيهم الان، ورجاء ما تبحث عن غيرهم، هم ثلاث انواع فيش غيرهم، ما تبحث عن غيرهم ابدا، وهحكي لك بعض الامثله عن غيرهم عشان تعرف. النوع الاول من التعلم هو انك تتعلم مهاره بس، يعني تبحث عن كورس او عن تدريب او عن لايف، اي شكل من الاشكال اللي بدك اياها المناسبه لك يعلمك مهاره. زي عندي انا مثلا كورس اعلانات الفيسبوك، مهاره. طيب لمين؟ اي واحد بده يعمل اعلانات فيسبوك، فأنا بعلم المهارة، هذا كورس خاص في المهارة فقط، هذا النوع الأول. مثلا أنا عارف أنه أنا محتاج مهارة كوبي رايتنج، إذا نتعلم مهارة كوبي رايتنج، وهذا النوع هو الأرخص، دايما بيكون الكورسات أرخص إشي، يعني لأنه أنت فوت تتعلم وخلص، تمام؟ أوكي. النوع الثاني من أنواع التعلم هي انك انت تشتري شكل من اشكال المعلومات، كورس، تدريب، لايف، الخ 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 الخ، يعلم مهارة متخصصة، وهذا بيكون اغلى شوي. كيف يعني مهارة متخصصة؟ يعني كيف تبيع عقارات باستخدام الفيسبوك، اعلانات الفيسبوك. فانا بعلم مهارة اعلانات الفيسبوك لكن فقط لمن يريد بيع العقارات، شايفين؟ يعني لو واحد ببيع اي كوميرس مش حيستفيد، بينما في النوع الاول اللي ببيع اي كوميرس حيستفيد واللي ببيع عقارات حيستفيد، لكن طبعا استفاده اقل لانه مش متخصص. فالنوع الثاني اللي تبحث عنه هو
تعلم مهارة متخصصة. أوكي؟ كوبي رايتنج للإي كوميرس، معناته لو أنت بتبيع دورات وكورسات مش حينفع تأخذ هذا البرنامج، مش حينفع تأخذ هذا الكورس، لأنه مش حتستفيد منه، كلامه حيكون فقط للإي كوميرس. وهذا النوع من الكورسات منطقيا بيكون سعره أغلى من النوع الأول لأنه متخصص. وهذا النوع من الكورسات فعلا في شح كبير في الوطن العربي. يعني لو أنت بتعمل كورسات فكر، صح؟ كورس مهارة متخصصة مش موجود في الوطن العربي، مفيش ولا مرة شفت واحد عامل كورس إعلانات جوجل للإي كوميرس، بس مفيش واحد عامل كيف تبني فانل عشان تبيع عقارات، مفيش، صح؟ كيف تبيع، كيف تكون سمسار عبر إعلانات الفيسبوك فبيعلم مهارة إعلانات الفيسبوك لسه ماسرة، مفيش، صح؟ فعليا صح؟ عمرك شفت واحد عامل كورس كيف تعمل إعلانات فيسبوك عشان تبيع تسويق شبكي؟ مفيش. مهارات متخصصة، هذا النوع من الأنواع اللي تدور عليه، حلو جدا ومناسب وممكن يفيدك لأنه متخصص في الإشي اللي بدك إياه، صح؟ النوع الثالث اللي هو الأغلى هو إنك تتعلم كورس أو أي شكل من أشكال المعلومات outcome goals. إيش يعني outcome goal؟ يعني مثلا كيف تبيع منتجات ملموسة عبر متجرك الإلكتروني وباستخدام الإعلانات، شايفين؟ كورس متخصص جواته بيكون في عدة مهارات، كيف حتبني المتجر، كيف حتعمل الموقع، كيف حتعمل إعلانات جوجل فيسبوك لأني ما حددتش، صح؟ كيف حتعمل فانل، كيف، فاهمين علي؟ فهو كورس بيحكي عن أوتكم، كورس متخصص عن الأوتكم، وإنت جواته حتتعلم عدة مهارات. هدول يا جماعة ثلاث أنواع اللي أتمنى إنه ما تطلعوا براهم، مثل ما تروح تأخذ دبلومة التسويق الإلكتروني لأنك مش هتستفيد، مش هتستفيد، تمام؟ لا هي مهارة متخصصة ولا هي مهارة عادية أصلاً في جواتها مليون إشي، صح؟ ولا هي أوتكم، مفيش، تعال دبلومة تسويق إلكتروني، شو حتعمل فيها؟ الله أعلم. إيش حتصير بعد ما تأخذها؟ الله أعلم، صح؟ وبشوفهم كتير عندي على فكرة، بشوفهم كتير عندي ناس بيسألوا، بيكون أنا أخذ دبلومة تسويق إلكتروني من عند الدكتورة العلامة على يوديمي كذا كذا كذا، على راسي أنت وياه ماشي، تعال أنت حسب اللي حكيت لي إياه أنت بحاجة تعمل أوتوميشن، بحاجة أنك تعمل فانل. يجي يقول لي إيش يعني أوتوميشن؟ إيش يعني فانل؟ أقول له في الإيميل، قال لي ماشي في الإيميل، جيميل يعني؟ مش عارف الإيميلات ولا أوتوريسبوندر. طبعا ليه؟ لأنه صاحب الكورس دبلومة تسويق إلكتروني بيتكلم من كل إشي إشي، طبعا ما هو مش هيلحق، صح؟ فلو سمحت اللي غير الثلاث أنواع هدول ما تدرسهم، ما تتعلمهم، هم هدول بس. يا إما تتعلم مهارة وهي المهارة حتساعدك تعمل إشي في البزنس تبعك، يا إما تتعلم مهارة متخصصة إلك بس، يا إما تتعلم كورس أو تدريب بيعطي outcome. خلص أنت بتبيع كورسات، كورس كيف تبيع كورساتك عن طريق funnel application، شايفين؟ متخصص هاي كذا، فحيكون فيها إعلانات، حيكون فيها كيف تحكي على التليفون وتبيع، حيكون فيها كيف تبني صفحات هبوط وتعمل فانل، حيكون في، صح؟ فيها كتير مهارات بس أوتكم بيعطيك. أوكي؟ هدول هم الثلاث أنواع. هذا أول محور، هل أنت اللي حتشتري من هدول الثلاث أنواع؟ تشيك. المحور الثاني، المحور الثاني الفلاتر. في عنا فلترين مهمين لازم يكونوا صح وانت بتختار الإشي اللي بتشتري. أول فلتر هو الزلمة اللي بدي أشتري منه الكورس، هل يقوم بعمل شيء أنا بعمله أو نفسي أعمله؟ هذا أول سؤال فلتر. هل اللي حشتري منه الكورس بيعمل شيء حاليا أنا نفسي أعمله أو بعمله بس على مستوى أقل؟ تمام؟ مهم جدا هذا السؤال. في كثير ناس
بيراسلني وبقول لي كذا كذا والفوركس. طب انا بشتغل فوركس، انت شايفني بشتغل فوركس؟ فاهمين؟ فكره غريبه، عقليات غريبه، انه مجرد انه هاني ناجح بالنسبه لهم، هاني ناجح اذا اتعلم منه اي شيء. خطا خطا، هذا بيعمل تشتت وبيكون كلامي مش موزون مع وعيك، والعكس صحيح، كلامك مش موزون مع وعيي ومش ظابطين مع بعض، لانه انا بعمل شيء انت ما بدك اياه، انت بدك شيء تاني. فغلط تتعلم مني، روح تعلم من الناس اللي عملوا الاشي اللي انت بدك اياه. اتفقنا؟ فضروري جدا تطلع على الشخص. هو انت بس بتعمل فيديوهات يوتيوب يعني وفاتح فاتح الارباح على اليوتيوب؟ طب انت عندك شركه؟ لا. طب هو انا بدي افتح يوتيوب؟ لا. اذا ما تشتريش من عنده، نقطه انتهى. الناس هدول اللي موجودين اونلاين يوتيوب وبقول لك اعمل كذا واشتري مني كورس، طب هو بيعمل الاشي ولا فاتح قناة يوتيوب بيربح منها؟ انتبه، تمام؟ هذا يعني خطأ كبير منك انت، مش منه، مش هو المصاب، انت اللي معرفتش تعملها صح. تمام؟ كم ضحك كلمة تانية بس سكتت. طيب. تمام؟ فهذا السؤال الاول بالفلاتر، هل هذا الشخص يقوم بعمل الشيء اللي انا نفسي اعمله؟ اوكي؟ زي انا مثلا لما تعلمت من فرانك كيرن، انا نفسي اعمل زيه زمان لما تعلمت منه، نفسي اعمل زيه، نفسي اعمل كورسات زيه، نفسي ابيع، نفسي اعمل ايفنتات، نفسي، فانا بدي اعمل زيه. فالفلتر الاول صح، صح؟ ما روحش اتعلم من واحد تبع اي كوميرس لان بديش اعمل اي كوميرس، ما روحش اتعلم من واحد تبع تسويق شبكي، تبع تسويق كذا، تبع عنده مثلا شركة وفيها 7000 موظف، لا، لأن أنا ما بدي هيك. أنت لو بدك هيك تروح تعلم منه، تمام؟ في ناس كتير بتراسلني وفعلا نفسها يبني شركات فيها آلاف موظفين، بقول له على فكرة أنا مش هيك، يعني أنا ما عنديش آلاف موظفين، هم 6 فيش غيرهم اللي معاي، فأنت حاب تعمل زيي يلا، هذا الصح، هيك الصح، هيك لازم تفكر. طيب السؤال الثاني إيش المهم؟ هو هذا الزلمة بيطلع فلوس أكتر مني؟ يا أيوة، مهم كتير. قديش بدي أقولكم، كم مرة أعجب جدا بكلام حدا من الناس الأجانب اليوتيوب الرهيبين، تمام؟ وبعدين أستغرب إن أنا بطلع أكتر منه. طب كيف تتعلم منه؟ يعني أنا بطلع فلوس أكتر منك، أنت شو حتضيف لي؟ طبعا أكيد ممكن يضيف لي على راسي، بس لا، أنا بدي أضيع وقتي وأشتري إشي من واحد بيطلع أضعاف اللي أنا بطلعه، عشان طالما بيطلع فلوس أكتر مني إذن هو 100% في عنده إشي بعقله مش موجود بعقلي، أو بيعمل إشي أنا ما بعمله، نقطة انتهى. ممكن أنا يكون عندي معرقل بعقلي مخليني مش واصل، أو هو بيعمل أشياء أنا ما بعرفها، نقطة انتهى، نقطة انتهى يا جماعة. بستغرب جدا من الناس اللي ايه بيكون يا دوب بيطلع له 200 دولار مثلا راتبه، وبيفوت على اعلاناتي ويقعد يكتب لي مثلا طب ظبط اعلاناتك الاول، ايه طب انت مش عارف تكتب كوبي الاول، اشي غريب يا حبيبي. طالما بطلع اكتر منك اسكت، فعليا اسكت، انا هيك بعمل، انا بعمل هيك مع الناس تعلم منهم، اسكت وتعلم، اتعلم، قول ليش عمل كذا، ليش كتب كذا، ليش عامل كذا، اتعلم، ما تخلي في عندك ايجو تمنعك من انك تتعلم. فهذا اشي مهم كتير. السؤال الثاني مهم كتير. هيك احنا خلصنا المحور الاول وخلصنا من المحور الثاني. المحور الثالث المهم هو، وهذا اهم واحد فيهم على فكرة، اسمه سيلف اويرنس. الان ممكن انت المحور الاول يكون صح تعمل تشيك، والثاني يكون صح تعمل تشيك، الثالث يكون مصيبة فما ينجح معك الموضوع. ايش يعني سيلف اويرنس؟ شوفوا يا جماعة، الدنيا كلها مراحل وعي. إيش يعني مراحل وعي؟ يعني ممكن أنا أقول لك هلأ جملة، واحد منكم يسمعني ويقول واو أنا أجتني فكرة حلوة، واحد تاني يقول إيش هالجملة الغبية، أنا شو استفدت منها، صح ولا لأ؟ أيوة، إحنا كلنا هيك، مراحل وعي. وبالتالي لو أنت شايف إنه هذا الشخص أو هذا الكورس أو هذا التدريب بدك تشتريه، تمام، بيأتي من شخص بتكلم بطريقة يعني معلش أنا آسف بس أعلى من وعيك، ما تشتري. نقطة انتهى، نقطة انتهى.
صح؟ لأنه منطقيا هيك واحد بتكلم في مليون دولار واثنين مليون دولار ويلا كذا وتيم وسيستم وانت لسه ما طلعتش الدولار وبتفكر في كيف تضغط على إعلانات وتربح 2 سنت. منطقيا هيك الكلام اللي يحكيه هذا الزلمة كيف حتفهمه؟ كيف حتدخل فيه؟ كيف؟ مش مستحيل. وبالتالي روح اشتري أفضل برنامج في الدنيا هلأ لتوني روبنز، تمام؟ البرامج اللي إلها دخل في البزنس مش إلها دخل في التنمية البشرية، التنمية البشرية لكل الناس تنفع، تمام؟ حتلاقي إنه فعلياً 99% من كلامه مش مفهوم. أنا هاي بقولك مش مفهوم كلياً. ليه؟ لأنه أيوه ما بيحكي معك، يعني ما بيحكي معك، صح؟ خصوصاً البرامج بتكون سعرها عالية. أنا لما يكون عندي برنامج سعره عالي أنا بحكي فيه مع ناس معينين، فلو واحد مش من هالناس مش حيفهمه، مش حيطبقه، حيكون فاشل بالنسبة إله، وهذا بصير كتير. فالسلف أويرنس مهمة، هو أنت مرحلة وعيك مناسبة معه؟ مناسبة؟ إذا لأ ما تشتري. طيب يا جماعة معلش هذا الفيديو ما كانش إله سكريبت، فأنا بحكي هيك تمام؟ فمعلش أجي عبالي لأنه كنت قاعد مع عميل وقاعدين بنحكي عن الكورسات اللي بده يعملها، فحسيت إنه لا والله موضوع ممكن يهم ناس كتير ويساعدهم على اختيار الإشي اللي بيستثمروا فيه. آسف إذا عصبت نص الفيديو، أتمنى يكون فيديو مفيد يا رب. نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. كان معكم حسين، سلام عليكم.